في ظواهر من الظلم إننا نحملها للدولة لوحدها، لأن العلاج أحياناً بيكون عامل زي الدواء التركيبة بتاع زمان. أهو الرفق بالحيوان في مصر محتاج التركيبة دي. هات قوانين رادعة من الدولة وضيف عليها توعية من الأسرة والمدرسة والإعلام وزود جرعة الخطاب الديني في المسجد، وساعتها يبقى بالشفا إن شاء الله. لازم يبقى في قانون يجرم اللي الناس بتعمله ده، يجرم الناس انها ترمي حيوانات من الادوار، ان هم يحبسوهم، ان هم يجوعوهم، ان هم يشنقوهم، ان هم يصوروهم وهم بيذبحوهم. اول شيء يجب عليهم ان يفعلوه هو سن قوانين رعايه الحيوانات، لانها بحسب علمي ليست موجوده هنا. لذا ان اراد احد معاقبه الاخر بسبب القسوة على الحيوان فلن يتمكن من محاسبته بسبب عدم وجود قانون يجرم ذلك. فاذا نظرت الى الدول المتقدمه ستجد قوانين صارمه لمعاقبه الاساءه الى الحيوان وتوعيه الناس ايضا من خلال التعليم. الدستور بتاعنا المادة 45 اللي هي مادة الرفق بالحيوان دي احنا بنقول فعلوها يا جماعة وطبقوا القانون. القوانين عندنا فيها عقوبات لكل مخالفة تتعلق برفق بالحيوان، وفي قانون جديد حاليا دلوقتي تم صياغته هيتعرض قريب ان شاء الله لمناقشة مجلس الشعب. في فجوة فعلا في التشريعات، وده فعلا بدأ يتحدث، وقدمناه فعلا لمجلس النواب كنقابة بالتعاون مع كل الجهات حتى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بس ما زال لم يخرج الى النور. كان زمان للطبيب البيطري له صفه الضبطيه القضائيه، اتسحبت منه هذه الصفه، حتى من مفتشين اللحوم بداوا يرجعوها تاني، ما بيقدرش ينزل يفتش على اللحوم النهارده كدكتور بيطري الا اذا كان مع حد من الشرطه هو اللي معاه صفه ضبطيه قضائيه. احنا بنطالب بتعيين اطباء بيطريين واعطاء ضبطيه قضائيه لاطباء بيطريين لتفعيل القوانين والقرارات الوزاريه المنظمه العامه. اي جمعيه هتشتغل في حقوق الحيوان او يعني رفق بالحيوان لابد ان يكونوا اطباء بيطريين، الباقيين يعملوا جمعيه محبي الحيوان حقهم. لما يكون في قوانين الناس يعني تبقى خايفه منها، ما تبقاش ولا ما انا هتعدي. يعني القانون 53 لسنه 66 الماده 119 حظر القسوة على الحيوان، جرمت فيها انك تشغل الحيوان من غير ما تكون مأكله، جرمت فيها انك تاخد الحيوان حتى تخليه يعمل نوع من الالعاب داخل السيرك اجبارا، جرمت فيها انك تقسو على الحيوان وتخرجه يعمل وهو مريض او تحجزه عن الاكل، جرمت فيها انك تستخدمه في اعمال خاصة زي الخيل لما يستخدم في الطمي. اللي يعذب حيوان، اللي يعذب حتى لو كان يملكه، من حق الدولة انها تحافظ على هذه الاشياء وانها تضبط المسألة دي وتضع لها قوانين رادعة، لانها في النهاية اشياء محرمة فيجب ان تكون مجرمة. الجمعيات اللي هي بتتكلم عن رفق الحيوان تطلع تعمل ندبات، مش بس عايزين اكل من قوت يومكم عشان ناكل الكلاب، لا على الاقل نعملهم كويس، مش لازم تدوم اكل بس ما تأذوهوش. نرتقي باللي بنديه للولاد في المناهج بتاعتنا. ده نمرة واحد. لازم تبقى الحكومة أو المجلس الشعب أو يبقى في قوانين صارمة بإزاي نتعامل مع الحيوان. الدولة عليها واجب بينظموا قانون، واجب الدولة حماية المواطن من كل ما يعرض حياته للخطر. التوعية تشمل التوعية في المدرسة، لازم نعلم أطفالنا الرفق بالحيوان والرحمة هي إيه عشان يرحمونا لما نكبر. التوعية في البيوت، ما ينفعش أنا أشوف ابني بيضرب قطة بالشلوت وبص الناحية التانية كأني ده عادي. لازم يفهموا إن دول مخلوقات ليهم احترامهم ولازم نعملهم برفق. محتاجين المدارس يثقفوا الأولاد، محتاجين الأسر نفسها تبتدي تاخد دورات في ده، هو الإعلام يلعب دور في ده. طالب كل من هم مسؤولين عن الإعلام في مصر ومعهم الجهات سواء في المساجد أو في الكنائس، يبقى في نشر توعوي لكيفية التعامل مع الكلاب، وده بالفعل معمول من داخل في المن صغيرين في وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وداخل وزارة التربية والتعليم كمان عشان يعمم داخل المدارس.
مهم ان الخطاب الديني كل جمعة يتكلم على حاجات احنا كشعب بنعاني منها، النظافة، الرحمة، الرحمة بالبني ادمين والرحمة بالكلاب والرحمة بالقطط والرحمة بالاضحية والرحمة بالجمال والرحمة بالطبيعة. واحنا بنتكلم على تجديد الخطاب الديني، خطبة الجمعة سطر كده بسيط، يا جماعة الكلب مش نجس، يا جماعة اللي يشوف كلب ينوبه ثواب فيه سيب في الحر، سيبوا طبق فيه مية عشان الحيوانات اللي الضالة دي تعدي تشرب حتى خد فيها ثواب. اصل الكلب مش نجس اصلا الكلب ليس نجسا. الفقهاء عندنا فيه ثلاث مدارس، في اللي جعله طاهر بالمطلق زي الملكية مثلا، وفي اللي جعله نجس بالمطلق، وفي اللي في النص قال هو طاهر الا في لعابه.